تقع تلة مجيدو في شمال فلسطين بين جنين وحيفا، وهي امتداد لسهول مرج بني عامر. ويزعم بعض اليهود وبعض الكنائس الغربية المتصهينة بأنها ستكون ميداناً لحرب كونية هائلة ومحارق نووية وأهوال لم تشهد لها البشرية مثيلاً، ولديهم في ذلك نبوءات وفرضيات أدناها تبشر بمقتل 200 مليون مسلم. إن عقيدة الهرمجيدون كما يقول ديك ماك بيرسون قاتلة ومعدية، وتأثيرها وصل إلى نخاع أكثر من 1200 حركة إنجليكانية فتكت بها هذه العدوى وانزلقت هذه العقائد الخطرة التي تضع مصلحة الكيان الصهيوني في مركزية مسرح الأحداث. والأخطر من ذلك أن ربع الراشدين من الشعب الأمريكي اعتنقوا هذه الأفكار، من بينهم عدد من رؤساء أمريكا في الحقب الأخيرة مثل هاري ترومان الذي ساهم في إقامة الكيان الصهيوني، ورونالد ريغان الذي كان لا يتورع عن التبشير بالهرمجيدون صراحة، تماما كما فعل نابليون بونابرت عندما زار تل مجيدو وبشر باستئصال الوثنيين. الهرمجيدون أكذوبة كبرى، فهي فكر خطير يحمله أخطر الرجال الذين يؤمنون بمواجهة رومانية جديدة مع الشرق الوثني لأجل القدس، حيث يسيل الدم أنهارا في سهل مرج بني عامر. إنها ترهات الأكاذيب وهذيان الأساطير وركام النبوءات التي تشكل عقولهم وتصنع قراراتهم السياسية، حيث أن لهم أجندة دينية بخصوص القدس، ولأجلها شطبوا بغداد مرتين في 8 عقود. إن فرضية الهرمجيدون أكذوبة جديدة رسخها هؤلاء في وجدان الأمة الأمريكية بشكل متدرج، حتى غدت أولوية ذات أحقية في العقل والوجدان عند العموم، وغدت نوعا من الهوس عند الخصوص، وهم في سبيل ذلك على استعداد لتدمير الكون دون أن يبالوا. ونسأل الله السلامة للبشرية من هذا العبث والجنون، ونسأله أن يحفظ القدس والأقصى من هذا الإفك المبين والشر المستطير.